اقوم بعمل صناديق جبهة مأرب فقط. فقط خاصة فقط بعمل صناديق جبهة مأرب خصوصي، يعني ما يصير تتحمل بها ولا نقل ولا اجر، لا خصوصي مكتوب فيها لجبهة مأرب، يوفر لهم صناديق يطمنوا. هؤلاء اللي رايحين بدل مقدس لا صناديقهم جاهزة. ايوه وعجبوا لي صندوق. لا هذا صناديق ثانية، هذا تعبي لهم فلوس وتيه للوالي وسيده ويصرفوا لك صناديق من هذا، فهمتني؟ طيب خليكم مجمع من اجل يصرفوا لي الصندوق. اهدى اهدى ما بيكملوا شلات اللي انا عندهم، ما فيش معنى عمل لا جهاز وصناديق. ما خليكم يكملوا هم يا اخي، ما يكمل ما فيش معنى متوفر له الصناديق ما يكمل. اقول لك اهدى انت صندوقك علي انا ما صندقك. عموما يا اهل المال والله توفقتوا بالوالي هذا، توفقتوا. شوفوا عندما يكون معك والي مستعد يصندقك في اي لحظه، انت فقط قل له انا جاهز للصندوق ويصرف لك صرف من لا يخفى الخشب، انت بس صدقوه ويصندقكم. شرعت عدد من مديريات محافظة دمار كوكبة من الشهداء. لا طز. قدمت أسرة الشهيد محمد سوار من محافظة دمار بمديرية جبل الشرق 5 من أبنائها شهداء. طز. شيعة بمدينة دمار. مديرية عنس. مديرية مصاب العالم. مديرية غوران عنس. مديرية جبل شهر. طز. مديرية دمار. مديرية المنار مكرب عنس. مديرية جهران. مديرية الحدا. طز. شيعة المواطنين في عدد من المناطق. منطقة الجمعة. منطقة بيت وزع. منطقة بني سلمة. منطقة رصبة. عزلة القارة. طز. مديرية العين. عزلة القطعة. عزلة بني إسحاق. مديرية النخرة. مديرية مدرح. عشان عتبة الفخر. قرية مبارك عبدان. قرية بن جحدب. ياهو دفاع. طز. وصل عدد الشهداء محافظة دمار إلى 5,390 شهيد، ونحن نعتبر هذه بركة كبيرة على محافظة دمار. بركة بركة أهل دمار، بعد ما جاء الولي هذا حلت عليكم البركة ما شاء الله، ما يغلطكم. 5,390 والله ما يغلطكم في صندوق. الأمانة أمانة. 5,390. الله الله إيش الحظ معاكم يا أهل دمار. ما هو الحظ معي يا ابو خيتي، هذا يشتيك تروح تصير تقتل وتسفك الدماء وكذا، وهذا الثاني اخوه يشتيك تصير تكفر وتدلع حد وسكر، ما حد يشتي يدخلك جهنم من هذا الباب، وهذا الثاني يدخلك من الباب الثاني، مش حلو الوسط معاكم يا ابو خيتي. الله الله. طبعا احنا دمار بالنسبه لنا احنا نعرف دمار، دمار النكته، دمار تدخل عليك الابتسامه، دمار دخلت الفكاهه والطرفه الى كل بيت. فاذا جاء هذا وسيدد دخل والعزاء الى كل بيت في دمار.